السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. لا تنسى أولاً الاشتراك في القناة، ثانياً اكتب لنا وشاركنا في التعليقات كم سؤالاً جاوبت عليه. السؤال رقم 1: ما هي آخر غزوة قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ غزوة تبوك، غزوة الأحزاب، غزوة بدر؟ الإجابة الصحيحة غزوة تبوك. السؤال رقم 2: في أي غزوة استشهد حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق؟ الإجابة الصحيحة غزوة أحد. السؤال رقم 3: من هو الصحابي الذي كان يلقب بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، أسامة بن زيد؟ الإجابة الصحيحة أسامة بن زيد. السؤال رقم 4: في أي عام من الهجرة حدثت معركة بدر الكبرى؟ العام الثاني هجرياً، الأول هجرياً، الثالث هجرياً؟ الإجابة الصحيحة الثاني هجرياً. السؤال رقم 5: ما هو الشيء الذي كلما زاد أصبح أقل؟ الشمس، العمر، المطر؟ الإجابة الصحيحة العمر. السؤال رقم 6: ما هو المسجد الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه رحلة الإسراء؟ مسجد قباء، المسجد الحرام، المسجد الأقصى؟ الإجابة الصحيحة المسجد الأقصى. السؤال رقم 7: من هو أول من أسلم من الرجال بالدعوة النبوية؟ أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح؟ الإجابة الصحيحة أبو بكر الصديق. السؤال رقم 8: ما هو اسم العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عام البعثة، عام الفيل، عام الهجرة؟ الإجابة الصحيحة عام الفيل. السؤال رقم 9: ماذا كانت تعبد ملكة سبأ بلقيس وقومها من دون الله؟ النار، العجل، الشمس؟ الإجابة الصحيحة الشمس. السؤال رقم 10: من هو أول نبي نادى بالحج إلى بيت الله الحرام؟ إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الصحيحة إبراهيم عليه السلام. السؤال رقم 11: من هي أول من آمنت من النساء بالدعوة النبوية؟ فاطمة الزهراء، خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر؟
الإجابة الصحيحة خديجة بنت خويلد. السؤال رقم 12، ما هو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المسجد النبوي، المسجد الأقصى، مسجد قباء؟ الإجابة الصحيحة مسجد قباء. السؤال رقم 13، ما هو اسم الطعام الذي يقدم في مراسم العزاء؟ الوضيمة، الوليمة، العقيقة؟ الإجابة الصحيحة الوضيمة. السؤال رقم 14، من هو الشخص الذي يأكل مع الذئب وينبح مع الكلب ويبكي مع الراعي؟ الزاني، المنافق، السارق؟ الإجابة الصحيحة المنافق. السؤال رقم 15، في أي سورة ذكر يوم القيامة بالطامة الكبرى؟ سورة البقرة، سورة الواقعة، سورة النازعات؟ الإجابة الصحيحة سورة النازعات. السؤال رقم 16، من هو الصحابي الذي كتب صلح الحديبية؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص؟ الإجابة الصحيحة هو علي بن أبي طالب. السؤال رقم 17، ما هو الشيء الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وعاتبه الله بعد ذلك عليه؟ التمر، العسل، اللبن؟ الإجابة الصحيحة العسل. السؤال رقم 18، من هو أول فدائي في الإسلام؟ عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب؟ الإجابة الصحيحة علي بن أبي طالب. السؤال رقم 19، ما هي السورة الوحيدة في القرآن التي ختمت بلفظ الجلالة؟ سورة الانفطار، سورة القيامة، سورة التوبة؟ الإجابة الصحيحة سورة الانفطار. السؤال رقم 20، أين دفن النبي إبراهيم عليه السلام؟ في مصر، في فلسطين، في اليمن؟ الإجابة الصحيحة في فلسطين.